محمد صلاح واهميته لمنتخب مصر. الناس بتتعامل مع محمد صلاح، انا قلتها حتى في الانترو، ان هو كابتن ماجد اللي هو هياخد الكوره ينط من فوق اللعيبه كلها، كله يتزحلق عليه وهيروح يجيب جول. هل محمد صلاح مقصر ولو بنسبه مع منتخب مصر؟ طيب بص، في كليشيه كده بيتقال في الافلام والمسلسلات اللي بتتكلم عن النكسه، يقول لك احنا ما حاربناش، احنا خسرنا بس ما حاربناش، احنا فعلا امبارح خسرنا بس ما لعبناش. ودي مشكله الناس. ما هو ماتش الكوره ده مكسب وخساره، انت ممكن تخسر عادي، بس لو بتأدي وخسرت الناس مش هتبقى متضايقه من الخساره، بس فاهمه كويس قوي الفكر. لكن امبارح اللي حصل ان احنا مفترض ان احنا نلعب 4-3-3 علشان عايزين نستنسخ الفكره اللي بيلعبها محمد صلاح مع ليفربول، وبنلعب فيه بقى من الادوار الدفاعيه وبنقربه اكتر للجول وهكذا يعني. لان محمد صلاح حتى كمان في 4-2-3-1 مع منتخب مصر، الناس بتعاقب محمد صلاح عن الفتره بتاعت كارلوس كيروش اللي هو ما سجلش فيها ولا جول. بس على فكره محمد صلاح ما كانش مرتاح في 4-2-3-1، يعني كان عندنا مشكله، ما كان الجبهه دي كانت مستباحه دفاعيا. فلما انت تغير طريقه اللعب المفترض ان هي تبقى افضل وتساعد محمد صلاح وتظهر الفريق كمان وعناصره بشكل افضل، زي ما قال كريم كده ان مش شرط محمد صلاح اللي يسجل، ممكن مصطفى محمد، ممكن عمر مرموش زي ما حصل ضد ليبيا. لكن المشكله كانت في ان انت نقلت محمد صلاح لقلب الملعب فحرمته من كل مميزاته. انت عندك جناح ايمن بيتميز بالسرعه، بيتميز ان هو دايما لما بيبقى جاي من ورا ووشه بالظبط ووشه للجول بيقدر ان هو، لكن انت اللي انت عملته ان انت لعبت بميديم بلوك، يعني من نص ملعبك بتبتدي تضغط مش زي ليفربول خالص. لو انت بقى عايز تنفذ فكره او طريقه لعب ليفربول، طبعا خط الوسط من الواضح ان هو كان تايه. يعني مثلا يعني انا كنت متحمس جدا لتجربه تريزيجيه ورا عمر مرموش، كنت بقى مستني اشوف ازاي هيتفاهموا تريزيجيه ورا عمر مرموش، راح حاطه يمين، لعب يمين مش فاهمها يعني. انا بصراحه مش فاهمها يعني فكره انت عايز ترجع تريزيجيه لنص الملعب. تمام ماشي. بالمناسبه انا قلت ايه، يمكن ده في بدايه المباراه قلت يمكن حاطط تريزيجيه على اليمين عشان برضو الجبهه الشمال بتاعت نيجيريا مليانه سرعات، فقال لك ايه، طب خلاص حط تريزيجيه يمين وسيب صلاح على الجناح قدام براحته وتريزيجيه يسند مع اكرم توفيق. فحاولت وهو التشكيل بيتحط او اول مشهد من المباراه ادي له عذر، فجاه لقيته حاطط مصطفى محمد، قال يعني كمان عشان هو اللي يساند دفاعيا. طب انت عايز تساند كل الناس تساند دفاعيا ومحمد صلاح فين بالظبط؟ فانت بدل ما كانت الفكره هي فكره طيبه ان انت عايز تساعد محمد صلاح وتساعد زمايله، انت لا، انت يعني كانك بتنتقم من محمد صلاح. ده انا قعدت اقول هو الراجل ده بيحب مانشستر يونايتد قوي كده لدرجه ان هو مثلا متضايق ان محمد صلاح كسب مع ليفربول 5-0 يعني. فعلا انا مش فاهم انت بتنتقم من مين او انت بتفكر بشكل عامل ازاي يا راجل. ده انت لما نزلت زيزو وابتدى اللعب يبقى افضل شويه رحت مخرج مصطفى محمد، وزيزو ده من المفترض بقى، انت راجل بتتابع الدوري المصري وبقى لك فتره بتتفرج على كل الماتشات وبنشوفك في كل الاستادات، بتاع العرضيات، ده بتاع العرضيات احسن واحد في مصر بيلعب شغل ايه عرضيات. فخرجت مصطفى محمد وفي نفس الوقت برضه فضلت دخلت تاني محمد صلاح جوه عمق الملعب بعد ما كانت في بدايه الشوط الثاني ابتديت تظبط الموضوع، لا دخلت محمد صلاح تاني. فكان طبيعي ان محمد صلاح زي ما قال كده كريم في حضن ثلاث مدافعين الموضوع خلصان. طب صح.